هيا احديكم يا عيال. يا سلامي من الحد ما ينهم راعد السابل الممطر الغيام من جنوب حوف لما شمال ادهم من شفا حيد عيبين لاضركام من جنوب حوف لما شمال ادهم من شفا حيد عيبان لاضركام للمضيف ولصنه وابن العم والانساب والصاحب الغرام والمن في مقام المضيف عليهم لم بالتحية وبالعز والإكرام وعلى كل الأصحاب يتقسم بالتساوي من القاع للهجام وعلى الصاحب الجيد أن يفهم أن ما لصحب خير في القسام خيرة القوم من شملهم يلتم بالأخوة وتكفية الضمام خيرة القوم من شملهم يلتم بالأخوة وتكفية الضمام والكفاءة تبرز وتقدم في الميادين عبر الطريق العام والمدارس الأجيال تتعلم المنافع الأوطان والإسلام يا عبيده لماذا الدبور خيم بيننا البين في كافة الأصرام البردون تبكي بنيها دم البردون تبكي بنيها دم والبيوت هدها الجاني الهدام والجرشب وتنن عيل تيتم دون ما ذنب يتنفذ الإعدام والرشيدي وصد نار تتلهجم حرب شعوى مع العيسي الغرام والدمن بين البين تتشمشم من ظرف لبو لا خلف بيت التام والمشاكل كما هي بتترزم والمحكم رفض يدي الأحكام لعن أبوه ما نباها ونتفاهم بيننا بين وذي قد عثر لا قام أنت وأنا وهو للصحب ملزم والصوايب هي الزند والمعصام نبري الجرح لا عاد يتسمم من جديد بعد ما خفت الآلام المعارف تحكم وتتحكم والصحب صون والقبيلة لوام والحراوة جباهم عبير الشم من عبير فل وادي بني حطام عرس بالود والحب يتبسم بارك الله في عز الإسلام للمروءات والخير قد قدم هكذا مبدأ الجود والإكرام بك وبإخوانك الزند والمعصم يا محمد سرور حراوة دام من يجد صاحبه جاد وتشيم به ويصبح لمدحه قناة إعلام حسبنا الله في البدع والمختم واتكلنا على العلي العلام ختم قولي صلاتي على الخاتم ما تدور الليالي والأيام وما حالكم حياكم الله يا حروف الذهب يا مرحبا يا خيرة الناس من حين وصلت ساحتي عن كثب رقص زحل والمشتري ماس والطير قنا والمعنى كتب عن الكرم عن شدة الباس وقال هولهم خيار العرب فقلت له لا باس لا باس قد هاجسي رحبهم وانتصب وقالهم من خير الاجناس قد هاجسي رحبهم وانتصب وقالهم من خير الاجناس للضيف ضركام الابي قد وثب واسقاه من قطر الندى كاس يا ضيف ترحيبي بكم قد وجف رحب على عيني على الراس وسلم حاله اهلا وسهلا.